ايما ابيدا. الوغ شحال عندك من عام؟ 20 سنه. الوغ دوينا المشاركه ديالك؟ السلام عليكم، هذه اول ثالث مره كنشارك، فرحان ان شاء الله، وكنشارك غير على وديت موتيفاسيون، ناخذ شويه ديال زعما شويه ديال السوفل وهادي ونجري نستافد، ماشي زعما باش ندير فيه شي نتيجه ولا لا، حيت انا عندي رياضات اخرين تنديرهم. انا بطلت المغرب كيك بوكسين 6 مرات، ومقبل انا تندير دابا الملاكمه، وصافي كناخذ تجارب باش نحقق ان شاء الله فيهم امتيازات مقبله، وكنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. انا بالنسبه لي تحفيز، كيشجعوني وكنخلي الناس بحال الناس اللي كيتبعوني وكيتمناو انهم يكونوا بحالي، كيشوفوني درت هاد الرياضه غيمشيو حتى هما يديروها باش كلشي ان شاء الله يزيد القدام ان شاء الله. بالنسبه للبنات العيالات كلشي انا يمكن لي يشارك في الرياضه، ماشي لا انا مجوجه ولا هادي لا خصني جلاس، حتى انا من حقي نجري بحالي بحال اي دري، من حقي ندير هذاك الشيء اللي بغيت، من حقي ندير بحال حتى في رياضات القتال تيقول لك لا ماشي ديال البنات كيردوا مروجلين، لا انا ما متعارضه معاهم حيت انا مراه متزوجه وعندي بنيه وهذا هو الزوج ديالي ان شاء الله. كان انا وياه كنمشيو في مسار واحد، اذا انا حتى راجلك يمكن لي يحفزك باش تمشي ان شاء الله. السلام عليكم. حمد صيلان، مدرب في رياضه الملاكمه. حنا تنجيرو الملاكمه، وكنا ديجا كنجيرو كيك بوكسين، دابا تنجيرو الملاكمه، والجرا داخل في التقاليد ديال الرياضيه، وديما الحمد لله هذا الماراثون ديال مراكش تنشاركوا فيه ديما، كل عام ضروري خصنا نشاركوا، هو ماشي رياضتنا ولكن الحمد لله هو تيعاوننا في الرياضه ديالنا، والحمد لله هذا فضل كبير من كاينين بحال هاد الماراثونات في مدينه مراكش.